السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه الآيات، أو المقصود من هذه الآيات، التسلية عما يحصل للذين كفروا من نعيم الدنيا وزخرفها وتقلبهم بأنواع التجارات والغنى، وكذلك ما يحصل لهم من نعيم الدنيا، كل هذا متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، يمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. أما المؤمن فمهما يحصل له من متاع الدنيا وعزها فإن له يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار، ولو قدر أنه حصل له بؤس أو شقاء فهو قليل جدا بالنسبة لما عد الله تعالى له من النعيم في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الكريمات اشتملت على فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: ألا يغتر المؤمن بحال هؤلاء الكفار وما يحصل لهم من الغبطة والنعيم والسرور، فإنه متاع قليل يعقبه عذاب أبدي سرمدي لا نهاية له. قال سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أي من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، من أهل النار فيصبغ صبغة في النهار، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال: يا عبد الله، هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤساً من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، ويقال: يا عبد الله، هل مر بك كرب أو شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي كرب ولا شدة قط. ثانيا من فوائد الآيات الكريمات أن ما يعطيه الله جل وعلا للعبد من متاع الدنيا وزخرفها وتتابع النعم والخيرات عليه ليس دليلا على محبة الله له. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ذلك استدراج منه. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثالثا: أن إمهال الله جل وعلا للكفار وتتابع النعم والخيرات عليهم إنما هو زيادة لهم في العذاب في الآخرة.
قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. رابعا، أن ما يعطيه الله جل وعلا للكفار من متاع الدنيا إنما هو لحقارتها عنده وابتلاء وفتنة واختبارا لهم. قال سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند الله نصيب. روى الإمامان البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على مشربة للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده متكئا على رمال حصير قد أثر في جنبه وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين، فدمعت عينا عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه، أي من الكفر، لا يعبدون الله ومع ذلك هم فيما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله وصفوة الله من خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ خامسا، الترغيب في الآخرة والزهد في الدنيا. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: يعني سبحانه، لولا رحمتنا بالخلق وخشيتنا أن يتسارعوا في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا، إلى آخر الآية الكريمة. سادسا، بيان حقارة الدنيا وهوانها على الله. فروى الإمام الترمذي في سننه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، أي أنها لا تزن، لو كانت تزن ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك، والأسك صغير الأذن، والجدي كما هو معروف صغار الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد أمسك بهذا الجدي: أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حياً لكان عيباً، فكيف وهو أسك ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وروى مسلم في صحيحه من حديث المستورد أخي بني فهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع.
اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.